مساء الخير. مستمرين في سلسلة الخواطر القرآنية عن الحكمة والمعاني من الآيات. كل يوم بنتكلم عن آية نتعلم منها زي نتدبرها ونتفكر في معانيها، فيبقى التدبر والتفكر منهج تفكير، هو اللغة اللي هنفهم بيها ونستقبل الأحداث والابتلاءات في حياتنا بشكل عام. النهاردة هنتكلم عن جزء من آية في سورة يوسف: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. سيدنا يوسف يقال إنه اتسجن 7 سنين ويقال 12 سنة، واتحرب من أبوه سيدنا يعقوب يقال 22 سنة، وكل ده كان السبب فيه إخواته لما قرروا يتخلصوا منه ورموه في البئر. وبدأت رحلة سيدنا يوسف في قصر العزيز واتهامه ظلمه وسجنه، وتمر السنين ويطلع من السجن ويبقى عزيز مصر ويقابل إخواته اللي هم السبب في كل ده. وبرغم كل ده لخص كل سنين الظلم والوجع والألم اللي عاشه بسبب إخواته في جملة: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخواتي. كل الشر والحسد والقسوة من إخواته اختصرها في إنها مجرد وسوسة من الشيطان. لا، ده كمان قال بيني وبين إخواتي، يعني بيشرك نفسه معاهم إن الشيطان وقع بينهم. السؤال هنا: إيه اللي يخلي الإنسان يشوف الأمور بالمنظور ده ويتصرف بردود أفعال مش متناسبة مع مشاعر الغضب والانتقام ويلجأ للعفو والتصالح؟ شعور مهم جدا اتكلم عنه سيدنا يوسف، هو بداية تغيير رؤية منظور الأحداث والمواقف والبشر واستقبال أفعالهم بمعاني تانية خالص. قال إن ربي لطيف لما يشاء. اليقين إن الوجع والأذى والظلم والمنع وكل حاجة بتحصل لك من البشر فهو تحت مظلة لطف الله. يعني إيه تحت مظلة لطف الله؟ ربنا مش بيؤمر بالأذى، يعني مش أمر من الله إن إخوات يوسف يعملوا فيه كده، لكن الفعل تحت مشيئته. يعني إيه الكلام ده؟ بمعنى ربنا بمشيئته خلق الإنسان جواه الفجور والتقوى، وأرسل رسل وأنبياء وحط لنا مناهج الكل يمشي عليها للتعامل بالتقوى بالخير والحسنى. لكن في اللي ما بيتبعش المنهج وبيأذي، وربنا عالم إن في ناس مش هتتبع فهتأذي ناس تانية، ودي منظومة تكون ربنا خالقها بإذن منه وبمشيئته. لكن مقابل ده ربنا هيحاوط اللي اتأذى برعايته ورحمته ولطفه بطريقته. يعني ايه بطريقته؟ يعني انت هتبتلى من أذية شخص بالقدر المناسب لوسعك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالابتلاء ده أو الضرر ده الحكمة منه حاجتين: أول حاجة بتتعرف على ربنا وصفاته فتتعلم تلجأ له وتستعين بيه، فبتستشعر معاني السند واللطف. والحاجة التانية بتكتشف قدراتك وبتتعرف على حقائق كتير ومعاني وصفات عن نفسك ما بتعرفهاش غير وقت الابتلاء. فمنظورك ونظرتك للابتلاءات وللمواقف وقتها بيختلف مع الوقت. مش هتشوف بشر بيأذوك، هتشوف دروس بتتعلمها برغم صعوبة البلاء، لكنه متحوط بلطف الله برغم ظاهره القاسي. إدراك المعاني دي هي اللي هتخليك تستشعر معاني لطف الله، فهتحافظ على قلبك سليم، قلب قادر يعفو برغم الوجع، قادر يتغافل يتعامل بحكمة، ولو بياخد حقه فبمنهج ربان. قلب مش شايف بشر، شايف ربنا وشايف منهج يتبع وشايف تربية ربانية ليه بمنتهى اللطف. من غير إدراك المعاني دي مش هنستوعب اللطف أصلا، وهتشوف نفسك ضحية وبس، ومعترض على كل اللي بيحصل لك، ومسيطر عليك الانتقام، وقلبك مع الوقت بيستحوذ عليه أمراض القلوب، الحسد والحقد والكره. فكان رد سيدنا يوسف لإخواته: قل لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يعني مفيش حتى عتاب بينا، ودعا لهم بالمغفرة. الكلام ده مش بيحصل فجأة، هي رحلة بتعيشها مع الوقت، بيحصل إحلال وتبذيل بين الدنيا والبشر في قلبك وبين قدر ربنا جواك. هنتكلم عن معاني الآية بالتفصيل مع ضيفنا الشيخ محمد الصباغ من علماء الأزهر الشريف بعد الفاصل.